إذن هذا بالنسبة لنسبته من العلوم. نحن طبعا نعتمد هذا النظم، وسنعلق إن شاء الله تعالى على الأبيات الأولى منه. المؤلف رحمه الله تعالى يقول: أحمد ربي واهب العقول وصلي يا ربي على الرسول. المؤلف بدأ كلامه بحمد الله عز وجل، هذا اقتداء بكلام الله عز وجل، فإن كلام الله عز وجل مبدوء بالحمد لله رب العالمين، فإذن هذا اقتداء بكتاب الله عز وجل. ثم قال: واهب العقول وصلي يا ربي على الرسول. فانظروا إلى موضوع العقول وإلى موضوع الرسول، إلى الرسول وإلى العقول، فتجدون أن الرسول هو المصدر الذي أنزل الله عز وجل عليه القرآن، وهو المصدر الذي نأخذ منه السنة، فهو يرمز إلى العلوم النقلية، تمام؟ والعقول ترمز إلى العلوم العقلية. فهو هنا أراد في هذه الجملة الأولى أن يبين لنا أن هذا العلم مستنبط من العقل ومن النقل معا، فهذا فيه براعة استهلال، وهي أن يذكر المتكلم في أول كلامه ما يشعر بمقصوده بشكل غير مباشر. حمد الله عز وجل على أن وهب الناس العقول، والعقل هو نور روحاني تدرك النفس بواسطة العلوم النظرية بواسطة الضرورية. النظرية معناه التي تحتاج إلى تفكير وتعقل، والضرورية هي الأشياء التي تدرك بالحواس. ثم قال: وصلي يا ربي على الرسول. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من الله الرحمة، ومن الملائكة الاستغفار، ومن الآدميين طلب إنشاء رحمة متجددة، والرسول هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو فعول بمعنى مفعل، معناه رسول بمعنى مرسل. ثم قال: واكتب قبول نظمي الصغير كأصله مختصر التحرير. دعا الله عز وجل أن يقبل، أن يتلقى هذا النظم بالقبول كما تم تلقي أصله وهو مختصر التحرير بالقبول. قال: إذ منه لخصت بلا تبويب، معناه قال لك أنا لخصت هذا النظم من مختصر التحرير دون تبويب، معناه ما ذكرت الأبواب التي ذكرها وتلك المسائل والتفريعات، رتبته بنمط قريب، معناه رتبته بنمط وطريقة قريبة جدا. الأبواب حذفها كلها، لأنه يعني الأبواب مثلا تزيد حجم الكتاب، حذف الأبواب، ولكنه رتبه بنمط قريب سهل جدا، حيث قسمه على 4 مباحث، وكل مبحث جعل تحته المباحث التي تفيد فيه. ثم قال: علم الأصول 4، أحكام، أدلة، دلالة، حكام. وهذا ذكرناه سابقا أن مسائل أصول الفقه تقريبا ترجع إلى 4 مباحث. المبحث الأول هو الأحكام الشرعية، وسيأتي إن شاء الله تعالى قوله: فالأول الأحكام في قسمين، تكليف ووضع، تقسيم الأحكام إلى تكليف، إلى تكليفي وإلى وضعي، وكذلك أيضا تقسيم الأحكام التكليفية إلى واجب وسنة ومباح ومكروه وحرام، وتقسيم الحكم الوضعي إلى صحة وفساد وشرط وسبب ومانع وعلة ورخصة وعزيمة، إلى غير ذلك من الأقسام التي سيأتي ترتيبها إن شاء الله تعالى. كذلك أيضا من مباحث أصول الفقه أيضا الأدلة، أنه يبحث بالأدلة من حيث حجيتها، وبالتالي يقسمها إلى قسمين: إلى أدلة متفق على حجيتها وهي القرآن والسنة والإجماع والقياس، وإلى أدلة وقع فيها الاختلاف مثل شرع مضى، قول الناظم شرع مضى ما قاله الأصحاب، مصالح ما استحسن استصحابه، ذكر منها 5، ونحن إن شاء الله سنضيف لها 4 حتى تصير 9، ويصير مجموع الأدلة هو 9 على 4، يصير كم؟ يصير 13. هذا هو مجموع الأدلة التي يستدل بها، سواء على وجه الاتفاق أو على وجه الاختلاف. كذلك أيضا من المباحث المهمة: كيف نستدل بهذه الأدلة؟ أنا خلاص أنا عرفت أن القرآن أنه دليل وأنه حجة، لكن كيف أستدل بالقرآن؟ فهذا أيضا يأتينا في المباحث، لأنه سيقسم لنا، يقول لك القرآن مثلا إما أن تستدل بمنطوقه، وإما أن تستدل بمفهومه، وإما أن تستدل بدلالته، وإما أن تستدل بمقصده، تمام؟ فهذه أوجه 4 من الاستدلال. المنطوق إما أن يكون مثلا صريحا من قبيل النص، وإما أن يكون من قبيل الظاهر، وإما أن يكون من قبيل المجمل يحتاج إلى بيان، تمام؟ وهذا المنطوق
إما أن يكون شاملا فيه شمول أو لا، فإن لم يكن فيه شمول فهو الخاص، وإن كان فيه شمول فإما أن يكون على سبيل البدلية فهو المطلق، أو يكون على سبيل الاستغراق فهو العام، وهكذا. ثم نأتي لكل باب من هذه الأبواب ونشرحه ونفصله. كذلك أيضا بعد أن عرفت الأحكام الشرعية وعرفت من الأدلة ما هو حجة مما ليس بحجة، وعرفت كيفية الاستدلال بهذه الأدلة، تأتي أيضا إلى مسألة أخرى في غاية الأهمية، وهي من يحق له الاستدلال. هل الاستدلال يعني مفتوح، كل واحد مثلا يستدل، مثل ما سألت أختنا قبل قليل في درس الفقه، أنه واحد مثلا يقول لا أنه هو فهم من القرآن كذا وهو ليس مؤهلا. فينبغي أن نعلم أن القرآن والسنة لا يمكن أن يتجرى عليهما الإنسان يعني إلا بمجرد عقله أبدا أبدا. محمد مولود رحمه الله تعالى يقول في كتاب محارم اللسان، محارم اللسان معناه الشيء الذي حرام ويأتي به اللسان، يقول في شأن القرآن والسنة، يقول شرحهما بالرأي، أن شرح القرآن والسنة بالعقل المجرد عن النصوص النقلية التي تشرح القرآن والسنة، والمجرد عن الطريقة المعهودة عن أهل العلم في الاستنباط، فهذا حرام ولا يجوز الإنسان أن يقدم عليه. وسيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه روي عنه أنه قال: أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كلام الله برأيي. لسألوه ما معنى وفاكهة وأبا، إيش معنى الأب؟ فقال لهم: أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله عز وجل برأيي. فصار يسأل عن هذه المسألة، وهو أبو بكر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أول من أسلم وصاحب النبي صلى الله عليه وسلم كل الفترة، هو العربي القح الفاهم صاحب السليقة. لكن هذا دائما يدل على ورع الإنسان، وعلى أن الإنسان كامل الشخصية، الإنسان كامل الشخصية، لا يعني لا يخجل من أن يقول هذا لا أعرفه، هذا أحتاج أن أتعلمه، لا يخجل من ذلك، لأنه العلماء يقولون الجهل إذا فضحته سترك، وإذا سترته فضحك. فالإنسان إذا عنده جهل وستره غطاه بالحياة حتى ما ينتبه له الناس، سيأتي اليوم الذي يفضحه جهله. وإذا فضحه معناه صار يذهب إلى العلماء يقول: والله ترى أنا أجهل، علموني علموني، فيعلمونه فيستره الله عز وجل بالعلم. فأفضل ما يستر به الجهل هو التعليم، تمام، وأفضل ما نعلم لا أسوأ ما يستر به الجهل هو الحياء، أن يغطي الإنسان بغطاء الحياء فيبقى على الجهل وسيفضحه يوما ما. فإذا ليس كل أحد مؤهل للاستنباط من الأحكام الشرعية، وإنما هناك شروط وضوابط سنشدها إن شاء الله تعالى، ونجد أنه يعني الإنسان الذي يستنبط من النصوص تشترط فيه مجموعة من الأهلية، سواء كانت أهلية ذاتية أو كانت أهلية علمية، سنذكرها إن شاء الله تعالى في المبحث الأخير. هذا الكتاب كما قلت سابقا لا ألزمكم بحفظه، لكن أرجو منكم أن تحفظوه، وهو موجود يعني على الشبكة مسموع، فبإمكان واحد منكم أن ينزل يعني مقطع ويستمع له مرات بإذن الله تعالى، فيكون قد حفظه، وإن لم يحفظه على الأقل يكون يعني ترتب في ذهنه جزء من دلالته. سيتم رفعه إلى الموقع. نعم، سيتم رفعه للطلاب مسموعا؟ لا، مكتوبا كما هو. طيب، أيضا سيتم إن شاء الله تعالى رفعه على الموقع يعني مكتوبا، وإذا أيضا وجد أيضا مسموعا أيضا سيتم رفعه. أوكي. تمام إن شاء الله، يمكن رفعه إن شاء الله. إذن هذا فيما يتعلق بالمبادئ يعني المتعلقة بعلم أصول الفقه، ذكرنا يعني اسمه وذكرنا يعني استمداده، لكن لم نذكر تعريفه. إيش هو أصول الفقه؟ كيف نعرف أصول الفقه؟ أصول الفقه عرفوه بأنه معرفة الأحكام الشرعية، عفوا معرفة الأدلة الشرعية. شوفوا الفرق بينه وبين الفقه، الفقه هو معرفة الأحكام، هذا معرفة الأدلة الشرعية، من معرفة الأدلة الشرعية، تمام، وكيفية الاستدلال بها وحال المستدل.
فإذن هو يشمل معرفة الأدلة الشرعية الإجمالية التي ذكرنا قبل قليل، ويشمل كيفية الاستدلال بها معنا، وكيف نستدل بها. سيأتينا أن نستدل بالعام في عمومه، ونستدل بالخاص في خصوصه، وإذا وقع بينهما تعارض نحمل العام على الخاص، إلى غير ذلك من القواعد التي ستأتي. فإذن نحن ندرس فيه ما هي الأدلة من حيث حجيتها، وندرس فيه كيف نستدل بهذه الأدلة، ثم ندرس أيضا حال المستدل وطريقة يعني درء التعارض بين الأدلة إذا تعارضت، وكذلك أيضا كيفية الترجيح بينها إذا تعارضت مقتضياتها، إلى غير ذلك من المباحث المهمة جدا التي ستأتينا بإذن الله تعالى.